برأيي هو فن قديم متوارث من عند الأجداد، يحتاج إلى القفز وإلى الجد والمثابرة، ويحتاج اللياقة والقوة. والبرعة أساسا تتكون من شخصين. حركات البرعة أيضا ليست بالحركات السهلة، قد يظن البعض أنها مجرد نط والأمور سهلة، بالعكس هي فن صعب، فن يحتاج أيضا لياقة بدنية عالية، يحتاج مرونة ويحتاج مهارة في الأداء. لذلك احنا نقيم كل هذه العوامل، تناسق الفنان مع الموسيقى، إحساسه بالإيقاع، وأيضا تفاعله حتى مع الجمهور المشاهد، حتى نحميه أيضا بالإضافة إلى التوثيق أن نحميه من التشويه والتحريف. طبعا فن البرعة من الموروث التقليدي العماني الشعبي، وتتميز به محافظة ظفار تحديدا، وتقريبا كل ولايات محافظة ظفار تمارس هذا الفن، يمارس هذا الفن في مناسباتنا المختلفة، مناسبات الفرح يعني عامة، سواء المناسبات الوطنية أو المناسبات الاجتماعية، الأعراس وغيرها. فن محبوب قريب من قلوبنا جميعا، يعني كشباب نحب نأدي في اجتماعاتنا الخاصة والعامة. فن البرعة فن يحتاج إلى اللياقة، يحتاج إلى الحماس أيضا، وإذا كنت مثلا بتشارك في مسابقة أو أي شيء يحتاج أنه يكون عندك وثوق نفس. صح.